استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني في إطار توجه الحكومة نحو تبني المزيد من المبادرات التي ترتقي بخدماتها المقدمة للمواطنين. وأكد سموهما في هذا الصدد بأن الحكومة لديها العزم على المضي قدما في طريق التنمية وتحقيق الأهداف المرسومة من خلال التعامل الأمثل مع كافة التحديات. كما تبادل سموهما التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد سائلين المولى جلت قدرته أن يكون عام خير وبركة وأن يسوده الأمن والاستقرار والرخاء الذي تتطلع عليه شعوب العالم أجمع. وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.